مرحبا. مرحبا. أهلين. كيفك؟ الحمد لله. إحنا هنا في خيمة فلسطين الثقافية من خلال جمعية الـ DSTT Culture. عم نحاول نرسل رسالة إلى المجتمع الدولي، إلى العالم كله، إن فلسطين موجودة ودائما حتكون موجودة في جميع المحافل الدولية. عم نحاول نقول للعالم إنه الشعب الفلسطيني في مرحلة بناء الدولة المستقلة من خلال قرارات الأمم المتحدة وقوانين الانترناشنال كوميونيتي. عم نحاول نقول للناس إنه فلسطين موجودة على الخريطة، والتراث الفلسطيني موجود من أكثر ألوف السنين. وزي ما أنتم ملاحظين، يعني معظم الوفود اللي عم تيجي هون على الفون مونديال أول شيء عم بيجي على خيمة فلسطين، وإحنا هون حبينا نحط بعض الصور عن الحياة اليومية الفلسطينية، كيف المواطن الفلسطيني بيعيش بالأرض المحتلة، كيف حياته اليومية العادية الغير معقدة. وزي ما شايفين بعض الأتوبة الفلسطينية، هاي اللي جبناها من مدينة نابلس رام الله، اللي بتمثل حقيقة التراث الفلسطيني. وإحنا نتوقع أنه هاي الخيمة إن شاء الله حيتم زيارتها من أكثر من 50,000 شخص. يعني إحنا من حوالي شي ساعة بلشنا وصار في مئات الأشخاص صاروا هون، وحنضلنا من يوم الأربعاء ليوم الجمعة بالليل إن شاء الله. زي ما حكيت إن شاء الله حيزورنا أكثر من 50,000 شخص. شكرا. أوكي. عشرة. كيفك؟ الحمد لله بخير، وأنتو؟ الحمد لله. En français? Non, arabe. Oui, mais ça veut dire quoi en français? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire en français? Salut, ça va? Oui. Oui. D'accord. Salut de Palestine? Oui, salut Palestine. Viva. It's a free. Inshallah. Inshallah. And in English, what would you say to people? I love you all, and I wish I could go back to Jerusalem, since we had came since 48. Yes, that's my own English. Thank you very much. So Abraham, let's finish.